الآن معنا عبر الهاتف محمد العزومي الناطق باسم كتيبة 302. محمد، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. آخر تقدمات الجيش الليبي على الأرض. طبعا أول شيء راح بيك مرحبا بالمستمعين الكرام. ما يدور الآن في محور منطقة جوارشا ومنطقة جنفودة من تقدمات للقوات العربية الليبية المسلحة، هي بالأمس تقدمت كتيبة 302 ومع 210 وأيضا بعض الكتائب الأخرى من كتيبة 159 مشاة على محور الجواش الغربي طريق بنغازي طرابلس، حيث تقدمنا وتمركزنا في بعض المزارع في منطقة الجواشة الخلفية لبوابة الجواشة وأيضا الجهة المقابلة من العمارات الشركة الصينية التي كانت تحت سيطرة قوات الخوارج، قمنا بالسيطرة عليها وتمشيطها من الألغام. الحمد لله بفضل الله لا توجد لدينا خسائر بعض الخسائر المادية بسيطة جدا، وهذا يعني يعتبر انتصار لنا بتقدمنا على هذه المنطقة وندق في معاقلهم في بوابة الجواشة وضواحيها. أيضا كانت هناك لدينا معلومات من بعض المحاور الأخرى من قبل 21 سائقة وكتيبة العقيد سالم محيط في المحور المفعكات وايضا محور شارع الشجر. كانت تقدمات واليوم تقدم كبير من قبل حتى كتيبه 302 على بعض العمارات الصينيه في منطقه جنفوده ومنطقه الجواش. نعم، دور سلاح الجو وعدد الطلعات الجويه التي قام بها سلاح الجو في هذه المعارك. سلاح الجو طبعا الحمد لله فضل الله ماشي معنا في 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 طريق مستقيم نحن وياه، احنا جنود على الارض وهم طبعا يقومون بطلعات جويه متتاليه في الجو، قاموا بعده ضربات وجهها لبعض المعاقل الارهابيين التي يتجمعون فيها بعض النقاط ومحاور القتال لديهم، ضربات موفقه وضربات موفقه ولله الحمد، دمرنا عدد من الاليات، وجدنا جثثهم منتشره على الارض بشكل كبير والحمد لله. نزلنا مستمرين المعركه لم تحسم بعد باذن الله في هذا اليومين او الثلاث ايام القادمه باذن الله تعالى ستكون ايام حاسمه في منطقه الجواشه ثم ندخل على منطقه جنفوده اللي شبه للسيطره عليها باذن الله بكامل. نعم، بالذكر لمنطقه الجواشه وجنفوده، سيد محمد حدد لنا المناطق يعني بالضبط التي تم السيطره عليها من قبل القوات المسلحه. كما اسلفنا بالذكر سيدة هذه نحن ما سيطرنا عليه حتى الان هي المزارع الخلفيه لبوابه الجواشه، ايضا هناك تقدم باذن الله تعالى على جيش المجاريس هذه في منطقه كنفوده، العمارات المنوله تم السيطره عليها امس من قبل القوات الخاصه في منطقه جواشه في الداخل، اليوم كان مساء اليوم في عشيه اليوم كان في هناك تقدم، حتى الان لا تصلني اي معلومه ما هي المناطق التي سيطر عليها داخل منطقه جواشه، لكن على ما اعتقد ان كانت القوات حتى الان بعد شيد الشلطامي المعروف شيد الشلطامي في منطقه جواشه، نحن الان خط النار الذي فتحناه هو داخل المزارع، اهدافنا ورصاصنا على البوابه مباشره والمنطقه المحيطه بها، يعني انا ما اقدرش اعطيك الاحصائيات كامله لكن هذا ما نقدر نذكر لك ونذكر للمشاهدين ان نحن باذن الله تعالى ستكون في خلال هاليومين السيطره على منطقه الجواشه بالكامل. نعم، محمد العزومي الناطق باسم الكتيبه 302، شكرا جزيلا لك.